تخيل معايا كتفيق كل صباح كتجيك نوتيفيكاسيون بانك ربحتي واحد المبلغ اللي انت ما درتي حتى مجهود باش تاخده، يعني خدمتي واحد الوقيته ومن بعد ديك نوتيفيكاسيون كتبقى تجيك تقريبا كل نهار، تقدر تجيك نهار نهار لا، $50 $40 $30 شي حاجه اللي زوينه بزاف. هادشي اللي قلت لك دابا هو اللي كيتسمى الباسيف انكوم. الباسيف انكوم او الدخل السلبي. اللي ما عرفش شنو هو الدخل السلبي، هو اي حاجه كتخدم عليها بحال مثلا ريد بابل ولا ماش باي امازون ولا اي بيزنس غتخدم عليه واحد الوقت غتعطيه جهدك مزيان، ما كاينش انك ما تخدمش غيبقى يجيك داك النوتيفيكاسيون ديال الفلوس، ضروري غتخدم، ولكن من بعد كيبقى يجيك واحد الدخل لي مستمر، دخل سلبي بدون ما تدير شي مجهود ولا تخدم. وبزاف ديال الامثله كاينين ديال الخدمات اللي تقدر دير فيهم باسيف انكوم اللي زوين وزوين بزاف. واليوم غنهضروا على ريد بابل، لان احسن حاجه هو الباسيف انكوم. كتفيق النهار كيبقى كامل ديالك كدير اللي عجبك، كتقضي الاوقات الممتعه مع الناس اللي كتبغي، وكتعيش اجمل لحظات في حياتك وانت مستمتع بها. واللي زوين في هذا الامر كامل هو انك انت كتعيش هذه اللحظات الممتعه والدولار كيدخل. بيان سور هادشي احسن من الوظيفه، ما كاينش ان الوظيفه ما مزياناش، كاين اللي وظيفته مرتاح فيها الله يسهل عليه. كنهضر مع الناس اللي عندهم عقل ديال الاستثمار وديال الانفستمنت وباغين يطوروا راسهم ويدخلوا الدخل السلبي كثير. ولا كنتي من الموظفين راه تقدر تضيف هاد الدخل السلبي للوظيفه ديالك، يعني الخلاص اللي كتشد في الشهر راه غيبقى عندك، وتقدر دير هاد الخدمه اللي غنبارطاجي معاك اليوم جانبا دخل اضافي. وصراحه استثمار ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه سوايع في النهار في هذا المجال تقدر تعود عليك بالنفع دائما ومدى الحياه. فالمجال اللي غنشرح لكم اليوم يمكن لكم ديروا منه باسيف انكوم او دخل سلبي، يعني توصلك نوتيفيكاسيون ديال الربح بلا ما تكون خدمتي، يعني تخدم عليه واحد المده ومن بعد يبقى يخلصك دائما، واخا ما تخدمش فيه واخا تقطع عليه مثلا عام ولا عامين يبقى دائما الفلوس كتدخلك. والموقع اللي معنا اليوم هو موقع ريد بابل. ريد بابل غني عن التعريف، وديجا شرحت لكم تقريبا جوج ديال الفيديوهات اللي غتلقاهم في صندوق الوصف. دخل دابا تفرج فيهم وتسجل، فتح الحساب ديالك في ريد بابل وعاد اجي هنا تبع معايا الشرح، لان هذا الفيديو داخل في سلسله تعلم الربح من موقع ريد بابل. الموقع ريد بابل بكل بساطه كتدخل الدور ديالك ودير التصميمات اللي ماشي ضروري تكون انت ديزاينر ولا شي حاجه، يعني تقدر دير غير شي حاجه بسيطه. اللي بغى يتعلم التصميم وداك الشيء حلقه ديال الفوتوشوب تاعي غتلقاوها في صندوق الوصف، ولكن يمكن لك تاخذ تصميمات جاهزه وتعدل عليها غير شويه كما شرحت لكم في الحلقات اللي غتلقاوها في صندوق الوصف وتخدم بهم. فإلا كنتي ما كتعرف حتى شي حاجه على موقع ريد بابل كنصحك تنزل تشوف دوك جوج فيديوهات هما الاولين، عاد تكمل معايا هذا الفيديو، لان هذا الفيديو غنشرح الطريقه الا انت خدام في ريد بابل وبغيتي تزيد تطور الارباح ديالك. فما نطولش عليكم في الانترو بزاف، فما تنساش لي لايك الفيديو وابوني لي بالاحمر فضلا وليس امرا، كليكي عليها كليكي عليها باش ترجع بالكري، وهكا غتكون ضميتي لعائله مرتقي لايف للربح من الانترنت وتطوير العقليه. ودابا غندوزو للحاسوب ديالنا باش نكملوا الشرح الخاص بهذه الحلقه هذه. وبغيت نفكركم بالمسابقه ديال دعم القنوات ودعم الصفحات ديال فيسبوك والقنوات اللي في يوتيوب. وشروط المسابقه كيف ما كتعرفوا الخوت هي لايك لهذا الفيديو وتخلي اي تعليق كيف ما بغيتي، باش فيديو جاي ان شاء الله نزل ثلاثة ديال الناس ونبارطاجي القنوات ديالهم في اليوتيوب ولا الصفحات ديالهم على الفيسبوك. ودابا نتوكلوا على بركة الله، زير معايا الصمتة وركز معايا مزيان باش تفهم الطريقة اللي غنشرح لك دابا على موقع ريد بابل. المهم الخوت نكملوا الشرح ديالنا في البي سي كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبة للناس اللي جداد معنا في قناة مرتقي لايف، راه غتدخلوا لقناة مرتقي لايف في اليوتيوب وغتشوفوا البلاي ليست أو لا قائمة التشغيل باللغة العربية، وغتلقاو غتجيو هنا ديروا كرييتد بلاي ليست، يعني اللي دايرهم أنا اوكي، غتهبط هنا وغتلقى طريقة الربح من ريد بابل. يعني ها هما جوج فيديوهات، وهذا الفيديو اللي كنصور هو الثالث ان شاء الله غيكون الربح من موقع ريد بابل. ضروري تفرج هاد جوج فيديوهات عاد جي تكمل معنا الشرح هنايا، لان دابا غنوريك كيفاش تجبد النيتشات والطريقة باش كنت كنخدم انا شخصيا. فكل ما عليك بعد ما كتدخل الرابط في صندوق الوصف باش تدخل موقع ريد بابل، وغتلقاو هنا كلوثين او ملابس، وغتجي تختار تي شيرتس. تي شيرتس بعد ما كتكليكيو عليها الاصدقاء وكندخلوا كتطلع لنا هذه الواجهه كيف ما كتشوفوا معايا هنا. غنهبطوا لتحت للاسفل وغنجيو هنا نديروا سي اول او اظهار الكل، يعني بعد ما كنضغطوا عليها كتخرج لنا هذه الواجهه. هنا كاين، شوفوا معايا هنا كاين جوج ديال المليون ديال الريزولتس، حنا بغينا نقلصوا هذا العدد. هذا شنو غنديروا؟ كندخلوا عند اي واحد هنا كيف ما كتعرفوا هنا بيست سيلين الاحسن اكثر مبيعا. هاد الاكثر مبيعا راه هما ناس عندهم موقع ديالهم كيف ما انت عندك موقع ديالك في ريد بابل، ولا يلا غتدخل من الرابط في صندوق الوصف وتسجل ودير الموقع ديالك. غندخلوا عند اي واحد فيهم، الطريقه كنت كنخدمها كتسمى سباي. سباي يعني بحال كنقلوا منه، وكندخلوا عنده، كندخلوا عند صاحب ستور. مادام طلع لنا هنايا راه كان الموقع طلع لنا تما، يعني راه مع الاولين في هذا الموقع ديال ريد بابل. غندخلوا عنده ها ستور ديالو وغنشفروا منه. ها انتم شحال عنده من ديزاين؟ عنده 227 ديزاين، كاين في البرازيل. هاد خو هاد خوتنا هادي ولا هاد خونا الله اعلم. هبط لتحت وشوف معايا شحال بايع هاد خونا، غنشوفو شحال بايع.
نشوفوا شحال بايع خونا. عنده what the fuck، عنده 515,200، عنده اكثر من 500,000 فافوريت، يعني الناس حافظين داكشي ديالو في دايرينو في السله غايشريوه. هادو غير اللي غايشريوه 500,000، الا درنا غير دولار غير ربح مع كل واحد عنده 500,000 دولار، يعني 500 مليون، وعاد اللي شراو قبل هذا راه اللهم بارك. هذا والمهم الخوت كيف ما شفتوا هاد السطور هذا صراحه صدمني وانا كنصور في هذا الفيديو لايف، صدمني انا حمقني اللهم بارك. دابا هذا كل ما عليك هو تراقبه وتتبعه. اجي هنا دير نيو ويست، اخر حاجه حطها دخونا شي مونات ستور، راه ما كيحط شي حاجه لما كانتش خدامه، يعني هذا راه بروفيسيونيل بزاف. غنشوفو نديرو نيو ويست، اخر حاجه حطها تكون حطها اليوم ولا البارح ولا ما عرفتش، نيو ويست باش زوير الضبابل كيخليك تسباي على الناس. نيو ويست يعني اخر حاجه حطها هي. وكيف ما كتشوفوا الخوت هاد دراغون سوشي هو اللي اكثر مبيعا عنده هنايا، واللي هو يلاه حطو عاوتاني عاود خدم عليه، يعني هاد النيتش هذا راه مربح ومربح بزاف. وغندخلوا ليه وغنبين لكم هادشي بعد ما نكليكيو على التيشورت ديالو وندخلوا ليها. دابا غير عطيوني عقلكم وتبعوا معايا دراغون سوشي بلاك، غنشوفوا معايا غنديروا كوبي لهاد السميه هاد النيتش هذا، نديروا كوبي وغنجيو نروشيرشيو عليه فريد بابل، غنروشيرشيو عليه وغنديروا اوكي. تبعوا معايا مزيان، وهاد السطور كنصحكم بها الخوت تبعوه تبعوه، اللي حطها حطوها غنخرجوا ليه على حياته. المهم الخوت تكوا عليه، اللي حطها حطوها. كيف ما كتشوفوا ها هما غير 4000 في الريزولت، يعني 4000 راه مزيانه، يعني 4000 راه مزيانه. وها هو السطور ديال خونا شتي إليستراتا ديزاين، يعني ها السطور ديالو راه هو اللي كنا كنسبايو عنده، هو إليستراتا ديزاين راه هو الاول طالع في هذا النيتش. ها هو عاوتاني إليستراتا، إليستراتا ديزاين هو نيت حاكمها في هذا النيتش، فدخلوا كاملين هجموا على هذا النيتش. لقى 10000 الخوت غدا دخلوا كاملين خدموا في هذا الشيء، والتصميمات اللي كيدير راه عاديه، راه تقدر تاخذهم من فري بيك وتعدل عليهم شويه في فوتوشوب ولا هذه وتحطهم حتى هنايا، وراه مجانا ما كتانفيستي حتى حاجه، كتجي وكتحط وكثر التصميمات. شوف غير هو اللي كاين في هذا النيتش، غير هو هو السطور ديالو، ها هو باي إليستراتا ديزاين بوحدو اللي حاط هادشي. ها واحد منافسو شتي، هذا يكون شي مغربي منافسو حتى هو. المهم هاد النيتش هذا راه واعر واعر بزاف، وما كيهمناش حنا هاد النيتش، كيهمنا الميثود اللي عطيتكم كيفاش جبد النيتشات. ديما فاش كتدخل الكلوثين كتمشي للتيشورت وتدخل عند صاحب ستور، شوف اخر حاجه حطها وشوف اللي كيتباع عنده بزاف. صافي هادشي اللي كاين، وكيف ما كتشوفوا معايا راه غتحققوا مبيعات كبيره وكبيره بزاف في هاد الموقع ديال ريد بابل. وما تنساوش تخليو كومونتير في هاد لا فيديو هادي، لان في الفيديو الجاي ان شاء الله تقدر تكون انت ولا انت اللي كتشاهد في هاد الفيديو من الفائزين معنا دائما. وكيف كتعرفوا راه في كل حلقه كيفوزوا معنا ثلاثه ديال الناس من التعاليق ديال الفيديو السابق، والثلاثه اللي فازوا معنا في الفيديو اللي فات ان شاء الله غنخليهم لكم في النهايه ديال هاد الفيديو. وما بقى لي الا نقول لكم دمتم سالمين.